الفنانة القديرة ليلى عز العرب اتخرجت من كلية التجارة وحصلت على الدكتوراه في الاقتصاد، وعملت في العديد من الوظائف في كبرى الشركات والبنوك، ثم حصلت على دورة تدريبية في مجال التمثيل عام 2000 مع المخرج الكبير والفنان سعد أردش. بعدها بدأت مشوارها مع التمثيل، حيث شاركت في فيلم معالي الوزير مع الفنان الراحل أحمد زكي عام 2002. شاركت أيضا الفنانة القديرة ليلى عز العرب في العديد من الأعمال الدرامية في بدايتها، كان منها مشاركتها في مسلسل زمن عماد الدين والأصدقاء وحرس السلاح وفارس الرومانسية. تعالوا نشوف لقاء كاميرا فلاش بالفنانة القديرة ليلى عز العرب، واللي هتكلمنا فيه عن مسلسل ونحب تاني ليه، واللي قدمته مع الفنانة والنجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز. تعالوا نشوف كمان هتقول لنا ايه عن مشاركتها في مسلسل القمر اخر الدنيا. ده دور حبيبي ده، يعني انا بحب تيتا هاديه، بحب الشخصيه جدا. هو مزيج من سكريبت هايل عمرو محمود ياسين، مصطفى فكري مخرج جميل جميل جميل، انا مش اول مره اشتغل معاه، ثم كاست متنقي على الفرازه بس. فيعني انا بعشق تيتا هاديه، بعشق تيتا هاديه، بعشق. هي مش اول مره اشتغل طبعا مع مدام ياسمين، ولا اول مره اشتغل مع مدام سوسن، ولا اول مره مع ايمان السيد، يعني الشخصيات النسائيه بتاعت البيت، يعني بتاعت الفيلا مش اول مره. كريم اول مره اشترك معاه في عمل، كريم فهمي. القمر اخر الدنيا طبعا مع صديقي العزيز أستاذ تامر حمزة المخرج، ومدام بشرة اللي أنا يعني أكن لها كل حب واحترام، احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض. وطبعا كان معايا هشام اسماعيل، ويعني ناس كتير كانوا في المسلسل. وأنا اللي عجبني وجذبني للدور إن أنا أول مرة أطلع ست بلدي، ده كان بالنسبة لي روعة روعة روعة. أنا مش داخلة أمثل عشان أمثلني، ما فيش والله تجربة وماتت. حابة تقولي حاجة عنها؟ لا، بعتبرها ميتة خلاص، يعني كان عندي فيها أمل كبير ولكنها ماتت. أنا عاشقة للمسرح بشدة جدا. أعتقد لا، فيها أدوار كتير أنا أحب قوي. سكت سلامة، بحب مسرحيات سعد الدين وهبة، يعني بعشقها. فسكت سلامة بالنسبة لي جميلة جدا، يعني فيها مليون شخصية أقدر أعملها. ولسه مكملين كلامنا مع الفنانة ليلى عز العرب، واللي شاركت في عام 2004 في فيلم اسكندرية نيويورك مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وتوقفت طبعا عن التمثيل لفترة وابتعدت عن الساحة الفنية، وعادت مرة أخرى في عام 2009 من خلال فيلم ألف مبروك مع الفنان والنجم أحمد حلمي. بعدها قدمت عشرات الأعمال سواء للسينما أو الدراما التلفزيونية. نذكر طبعا مشاركتها في عام 2010 في مسلسلات زي العار وحكايته بنعيشها وبالشمع الأحمر والكبير قوي. شاركت أيضا في مسلسل رقم مجهول وطرف ثالث وسجن النساء وحارة اليهود وتحت السيطرة وفوق مستوى الشبهات. من الأعمال أيضا اللي شاركت فيها كان مسلسل البرنسيسة بيسا. تعالوا مع بعض نكمل كلامنا وكمان لقائنا بالفنانة ليلى عز العرب، واللي هتكلمنا فيه عن فيلم قمر 14 واللي بتشارك فيه حاليا. كمان هتكلمنا عن رأيها في عرض مسلسلات خارج الموسم الدرامي الرمضاني. تعالوا نشوف اللقاء وارجع لنا مره كمان. في قمر 14 انا ضيفه شرف فيه، يعني اخيرا السينما بصت لي في حركه طبعا بس محصوره، يعني الورق اللي مكتوب الى حد كبير محدد، فبيختار ممثلينه يعني. ما فيش انتاج؟ لا في وفي بعيد عن سيزن رمضان وفي كل حاجه، فإن شاء الله ربنا يسهل. يعني بالعكس بقاله كذا سنة الأعمال الخارج رمضان بتلاقي مشاهدة كويسة قوي، والواحد ما بيبقاش بيصور تحت ضغط عصبي. يعني أنا حباها جدا لأن أنا من المؤمنين بدور الإعلام تماما بكل فروعه، يعني سواء صحافة، إذاعة، تلفزيون، سوشيال ميديا. أنا مؤمنة جدا بأهمية الإعلام، لأن الإعلام هو اللي بيخلق الوعي.
واحنا محتاجين وعي كتير اليومين دول. فعشان كده انا كنت بسعى الحقيقه بقى لي فتره ان انا اشتغل في برنامج. فمن سنتين تعرض عليا 3 ستات بس، يعني هي فرصه ان الواحد يقول كلمه طيبه.